عايزه العب معاك لعبه دلوقتي. انت زمايلك بتحبهم جدا في ليفربول وليك علاقات بيهم قويه جدا وبتاع، يعني مثلا مين اللي ممكن مثلا انت خارج انت وماجي وتقول له ايه تعال اقعد مع مكه وكيان عقبال ما نخرج، مين اللي تثق فيه يعمل بيبي سيتنج ليهم مثلا؟ طب في المنتخب ولا في ليفربول؟ في اللي انت عايزه، لو انت في مصر هتنقي مين وفي ليفربول؟ في مصر ممكن تريزيجيه. تريزيجيه. طيب مين اللي ممكن تقول له بقول لك ايه انا وماجي وقعنا في بعض وعمالين نتخانق تعالى صلح بينا؟ حجازي عشان دايما في صفي. طب مين اللي تعلق صورته في اوضتك؟ كفان. كفان؟ انت يعني فان؟ لا علاقه كصحاب. عبد الله السعيد. طيب مش علاقه كفان. مين اللي ممكن تقول له الحقني الكهرباء ضربت في البيت والبتاع والنجاره؟ نني. نني صاحب الطفوله. انا نني من 15 سنه مع بعض. انا ابن مصر، انا ضد الجسر، انا رافع راسي تملي الفوق.